ما تزوقيني يا ماما، أوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، أوام يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. لا إله إلا الله، هو البيت كان ناقص عهد. الله، يا حاجة سنكافولا نسيتي المجلة بتاعتك. الورث اللي سابهولنا أجدادنا العظماء، مش أي لازمة، الوزة والبطة. شفتي اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتبهدلنا قوي. انا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف، يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي؟ ماما ميمي، انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم. بجلاجل. جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير. قوليلي يا ماما ميمي، عايزه تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعملك بريد؟ لا، اعمليلي بن. نيلي نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رساله في المجله اللي سايبها لنا جده، بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي. ايه ايه يا حاج مالك؟ ايه حقي يا نيلي، حقي يا نيلي. خلاص يا ماما ميمي، هو انا خطفت ابنك؟ خلاص يا ماما ميمي، خدي خدي خدي. ما تزعليش يا ماما ميمي، I'm very sorry. من فضلك اهدي بقى شويه عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعمل لها ايه؟ ما هي اللي ما كانتش راضيه ولا تسيب المجله ولا تسيب رقبتي. ما تسيبي لها المجله يا شريهة، الست ما فيهاش نفس، لا يجرى لها حاجة يا حبيبتي يحسبوها علينا بني آدمة ونخش فيها السجن. أبوس إيدك يا خالتي. أسيب لها المجلة إزاي؟ بقول لك جدنا سايب لنا رسالة بيقول لنا هنلاقي الثروة فين. أنتِ هبلة يا بنتي، ثروة إيه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو أنتوا مش قلتوا إن جده فلوسه اختفت وساب لكم المجلة دي؟ أيوه. وعمو عبد الله قال إن آخر حاجة جده قالها قبل ما يموت إن الثروة في لغز ميكي؟ ايه اوكي. ومين بقى يا تيزا اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعه دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعه دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رساله. رساله ايه وثروه ايه اللي في الكلمات المتقطعه دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرا الرساله، اذا اردت الوصول للثروه الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعه؟ بس انا مش فاهمه يعني ايه الحل للغز ميكي، مش المجله كلها لغز ميكي؟ يا بنت لغز ميكي يا بنت اللي بيبقى في اول صفحه اهو. مش فاهمه برضو بيقول ايه يعني. وانا ما اعرفش، انا كمان انتوا فاكرني يعني فكوكه قوي، ما انا بقالي ساعه مش فاهمه حاجه. ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجه، ما تقولي لنا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقة خزنة في مكتب راجل اسمه الضمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنة اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجة؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي، هي تفهمنا يا اختي. نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجلة معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها، كان القرد نفع نفسه. القرد برضو وات ايفر. على فكره اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا هسيبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، احنا نروح لسي عبد الله يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئه وويرد جدا بالنسبه لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهرت للهرت رسول يا حبيبتي. ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني قبل ما نفك ماما ميمي دي، بقول لك ايه يا حاجه،
انا هفكك، بس عارفه لو عضتيني. She's very innocent، حرام عليك. طيبه قوي ماما ميمي دي، طيبه. بصي بلسم والله العظيم، هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبه كده اللي هي بس عم تبقى قاعده عادي. لا لا انا متشكره قوي يا سيف ان انت رضيت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. كان لزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيره الشيء ده تاني ايفر. ده كان اسوأ يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعده جنبي بترضع ابنها مش من الببرونه. طب وايه المشكله؟ ما عنديش مشكله بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضعه يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين يا نيلي انت تأمري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل، شرايط ولا اسطوانات؟ لا في يو اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا مالناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو، اديني رمضان. اه حلو، واديني انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي. تعرفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير. احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروه داد ازاي؟ هاو فاكر المجله اللي سابها جده اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه مالها. لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله؟ ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى بالمقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضه. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده. اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندق وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بصي هو المساله صعبه، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقه الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عماره اسمها عماره الدمنهوري نسبه لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه يا بنتي؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره. الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بنت انت، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت انت، وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حقي. انت فاكراني هفايه ولا ايه؟ ده انا اكلك صاحيه كده. لا انت شكلك بقى قلت الادب وعايزه تتضرب. مين اللي قلت الادب يا بنت؟ لا لا انا ممكن اتضرب. انا اللي ممكن اتضرب من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه يا اخي. ما تلمسنيش ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس،
ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقه مقطوعه، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ وبعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكوا، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكوا هناك بالمره. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر اشمعنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير، مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه، ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟ المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. الله، سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايح التحرير؟ هصاحبك بعدين. يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص، اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا، هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول، واحنا جايين قدوره. لو سمحت، ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه شكرا. ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا ولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده، يعرف ان جوه في شقلبة بظبط. ولا ليه؟ اتفضلوا، تعالوا تعالوا اتفضلوا. يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج. شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك، عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلبة بظبط؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي، خلاص خلاص، اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لا مؤاخذه، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبها طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسد. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر. خبور بجور whatever. خلاص خلاص، خبور وبور مبور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس، وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع عليا خلبوس. عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق، هو الحمام شريهان؟ نيلي. عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها، شريهان وعم بندق. احنا مش هنحبس بالساي بقى ولا ايه؟
ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت الاسم كان الدبدوب. ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي، رد عليها. لم نفسك يا بنت انت. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لم نفسك يا سحلوب. طب عن اذنك كده يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله الله الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. ايه ده؟ ايه مش كده؟ مش عايزه انت في ايه؟ عم بندق، عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انا ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بضحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفه اصلا، كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. لا بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق، عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي، عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا. عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. هي كده يعني؟ اوكي. زي بسم الله. الحمد لله بيفوق اهو يا جماعه. بس 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 بس، كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم احطه في التلاجة عشان التشقيق. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي، والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق، في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كل حاجه زي ما هي. انا ما جيتش هنا بقالي 15 سنه، لكن كل حاجه زي ما هي. المحلات، المحلات اللي بره، والمعنويين بتاعه النور، حتى حتى الخشب ده كله كله. يا ربي مفيش حاجه بتتغير ابدا، كل حاجه كده، والعناوين والابوه دي، وكله كله كله. يا عالدنيا يا ايه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنه دي قعدته كوبايه الشاي والبتاع، يمكن بس غير الجلابيه، لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده، اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل. الذاكره بقى، انت عارفين 15 سنه. يا سلام، فاكر يا معدو الذكريات الحلوه لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينه وزيت الحر؟ ها فاكر؟ يا ده ساعتها كان اخر طبق يعني ما حسبتكش عليه. ازيك يا معدو، وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبدو. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، اللي هناك دي. طيب هات ال. طب وانت ليه قعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ انا ما اسميش عم عبده. اهدى بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هيقول لي عم عبده، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا. سوري يا عم عبده. برضه يا عم عبده. بس في ايه؟ في ايه؟ ده كذاب كذب. انا؟ لا يا عم عبده. خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانيه واحده هشد السكينه كله هيولع. اوكي. يا عنكبوت، المكان الغريب ده ناسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في اي لحظه. بس بقى ما تترجموش. بالله بستر.
ايه ده؟ ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا بجد؟ بس ما تخافوش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا خشوا جوه. تعالوا ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ واو، انا مش قادره اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي يجيبوا لغز ميكي. انا مش قادره اصدق كميه التراب اللي انا واقفه فيها. هو احنا جايين نسكن هنا؟ احنا جايين ندور على الفلوس. شوشو ايه؟ هقعد. استنى يا ماما، المكان كله تراب. ايه القرف ده يا حورس؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ اقعد يا شوشو، اقعد. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقولك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربة قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش، مفيش. ايه؟ ايه؟ اعمل لك كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا عم بندو، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخرج وتيجي تخدنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندو يا لذيذ انت. في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا، ولا تعمل زي عم عبدو البواب. لا 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 لا، أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي. أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم على حاجة بصراحة، أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرفي اللوحة دي؟ مالها؟ أنا اللي معلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبشة كده، رحت عامل كده أهو. جاي تنزل طبعًا، أما جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا، جه في المسمار وعلقت اللوحة. أما أنت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، أصل أنا هايف. استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي. ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا، انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟
ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932 يعني 19. معلش، الاثنين قبل الثلاثة ولا الثلاثة قبل الاثنين؟ معروفة ان الثلاثة اكبر بالاثنين. انتوا بتقولوا 32 فانا بتلخبط. ما خلاص، نو بروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شوية. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجلة من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنك. بعد اذنكم. بعد اذنكم. ممكن بعد اذنكم. اتفضل. ها؟ ايه ده؟